اللهم في هذا اليوم المبارك أقر أعيننا باستقرار أوضاع المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الخير في وطننا وأيد بالحق رئيسنا. اللهم وفق رئيسنا وأبطال جيشنا ورجال أمننا إلى كل خير، واحفظ اللهم الجزائر وشعبها من كل مكروه وسوء. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا رب، وجنبنا جميعا كل ما يؤدي إلى تباعد القلوب وتباغضها. اللهم اجمع كلمتنا على الحق واجعلنا صفا واحدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمنا برحمتك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك غير ضالين ولا مضلين وغير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. زاير تيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.